باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. دي الحلقة رقم 22 من كلامنا عن سر المعمودية المقدس. في هذه الحلقة والحلقة التالية يعني 23 هنحصر كلامنا عن طقوس طرد الشيطان وجحده، اللي هي أول ممارسة طقسية بتجري في سر المعمودية. بس قبل الكلام عن طقس طرد الشيطان وجحده هنتكلم عن مقدمة الأول عن المعمودية عموما، عن طقس المعمودية عموما. ترتيب طقس المعمودية القبطي برغم ان هو تشكل في خطوطه العريضة منذ القرنين الثالث والرابع للميلاد، إلا أنه قد تقنن نهائيا بعد الانقسام الخلقدوني سنة 451 ميلادية. الانقسام ده اللي حصل بين الكنائس الشرقية القديمة والكنائس البيزنطية لم يتسبب في إحداث أي تغييرات أساسية في الترتيب الطقسي القبطي القديم. وقد نقل لنا المقال الشهير عن الرئاسات الكنسية المنسوب لديونيسيوس الأريوباغي في القرن الخامس الميلادي، نقل لنا وصف وافر التفصيلات عن طقس المعمودية اللي بيوضح التحول أو الانتقال الذي حدث في وثائق القرنين الثالث والرابع بعد الانقسام الذي سببه مجمع خلقدونية سنة 451. يعني ايه هي التحول او الانتقال اللي حدث في الطقس اللي كان بيتمارس في المعمودية في القرنين الثالث والرابع، ايه اللي حصل له بعد الانقسام الخلقدوني في منتصف القرن الخامس؟ فبنلاقي ان مراسيم اعداد الموعوظين ليست منعزلة عن زمن الاحتفال بالمعمودية نفسها. استؤلف معها عملا ليتورجيا واحدا، لأن التعليمات اللي بتعطى لطالبي العماد لا تكون في مكان آخر غير مكان المعمودية. ليه؟ لأن زمان في القرون المبكرة كان في فاصل أو في فرق بين مكان طقوس طرد الشيطان وجحده ومكان المعمودية نفسها، كان في فاصل بين المكانين. لكن بعد الانقسام الخلقدوني أصبح مكان طقوس طرد الشيطان وجحده هي نفسها مكان المعمودية. الجدير بالملاحظة هنا أن هناك بعض الصلوات وبعض الشروحات الطقسية اللي احنا بنسميها روبريكس، اللي هي ملاحظات طقسية يعني لهذا السر المقدس، تصل أحيانا إلى حد التطابق بين الكنيستين القبطية واليونانية، مما يرجح معه استخدام هذه الصلوات في خدمة سر المعمودية في الكنيسة الجامعة، لا سيما في الشرق المسيحي قبل حدوث هذا الانشقاق في منتصف القرن الخامس، لأنه من النادر أن تقتبس الكنيسة القبطية من الكنيسة البيزنطية بعد هذا الانشقاق، باستثناء بعض اقتباسات حديثة كالتي حدثت في زمن البابا السكندري كيرلس الرابع في القرن 19. دي مقدمة كده
عامة عن طقس المعمودية. خدمة طقس المعمودية بتنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأولاني هو الصلاة على الموعوظين، مراسيم الصلاة على الموعوظين، الموعوظين اللي هم بيتهيأوا لقبول المعمودية. والقسم الثاني هو طقوس المعمودية نفسها، أي النزول في ماء المعمودية، تغطيس يعني، ومن بعده المسح أو الدهن بزيت الميرون. احنا دلوقتي هنتكلم عن القسم الأول اللي هو الصلاة على الموعوظين. احنا بنعرف من الوثائق القديمة، الوثائق الطقسية القديمة، ان اي شيء يختص بالموعوظين يلزم ان يجوز اولا صلوات تعزيم، سواء كان هو الزيت اللي هيدهنوا بيه اللي بيسمى زيت الاستحلاف او الاستقسام او التعزيم، او حتى الخبز اللي بياكلوه ده كان بيسمى خبز الاستقسام، كما ان الخبز المصلى عليه كان بيعطى للمؤمنين فقط، ولكن في صيغة صلوات تناسب شركة المؤمنين الذين تناولوا من الأسرار المقدسة معا. يعني لم يكن يسمح للموعوظين أن يشتركوا مع المؤمنين في الأكل حتى في الولائم المحبية. العهد الجديد بيعتبر أن كل أفعال السحر والعرافة والزنا والدعارة والرذيلة عموما بتحركها دوافع شيطانية، زي ما بنقرأ في رسالة غلاطية إصحاح 5. ويصرح القديس بولس الرسول متنبئا بحدوث نشاط شيطاني رهيب في أواخر الأزمنة، زي ما ذكر هذا في رسالته الأولى إلى تلميذه تيموساوس في الإصحاح 4، وهو ما قاله أيضا يوحنا اللاهوتي في رؤياه في سفر الرؤيا إصحاح 16. السيد المسيح نفسه قال: إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. هذا هو ما قاله التلاميذ بفرح للرب بعد إرساليتهم، يقولوا له: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. أجابهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. وقبل صعود الرب إلى السماء قال: هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون شياطين. آباء القرن الثاني الميلادي تركوا لنا أدبا متسعا بيكشف عن كل الضلالات اللي غرقت فيها كل أمم العالم الوثني وقتئذ، وكيف صار الخلاص منها في المسيح يسوع. هقول لكم بعض أقوال الآباء اللي بتبين هذا الأمر. فيكتب القديس يوستينوس الشهيد، يكتب في دفاعه الأول بيوضح خبث الشياطين وحيالهم الرديئة، فبيقول: هوذا نسبق فننبهكم أن تحترسوا من الشياطين لئلا تخدعكم وتحول وجوهكم عما نسطره لكم.
إذ أنهم يجاهدون ليتسلطوا عليكم حتى تكونوا خداما لهم، أحيانا بزهورات في أحلام، أحيانا بوسائط سحرية، حتى يستعبدوا كل من لا يجاهد لحفظ الخلاص. نحن الذين كنا نعتبر الممتلكات والغنى هما أثمن ما في الدنيا، أصبحنا نأتي الآن بأموالنا لتكون في متناول الجميع، لنعطي كل واحد حسب احتياجه. نحن الذين كنا نبغض وندمر أحدنا الآخر بسبب تباين الطبائع، فلا نعايش من كان من جنس آخر. الآن بعدما جاء المسيح نعيش المودة مع الجميع، ونصلي حتى من أجل أعدائنا، ونعظ الذين يبغضوننا ظلما، نعظ الذين يبغضوننا ظلما ليعيشوا بما يوافق مبادئ المسيح، ليشتركوا معنا في رجائنا المفرح. العلامة كليمندس السكندري، وده عاش لحد سنة 215 ميلادية، بيقول في الأزمنة الماضية بعض الملائكة لم يكونوا متعففين بل أسروا من الشهوة فسقطوا من السماء إلى الأرض. وبيقول العلامة أوريجانوس عنهم: علينا أن نلاحظ متفقين مع الكتب المقدسة كيف أن القوات المضادة التي تصارع البشرية تثير الناس وتستفزهم إلى الخطيئة. أول كل شيء ما جاء في سفر التكوين الحية المذكور عنها أنها أغوت حواء، يقول عنها رئيس الملائكة ميخائيل وهو يحاجج بخصوص جسد موسى النبي إنها كانت مدفوعة إلى ذلك بواسطة إبليس، هذه هي علة تعدي آدم وحواء. بحسب الفكر الكنسي الإسكندري فإن قوى الشياطين لا تعمل في الأفراد فحسب، بل يمتد عملها أيضا إلى المجتمعات الإنسانية والدول ومصالح الشعوب. يعني حروب الشياطين في العالم لا تصيب الإنسان بذاته فقط، ولكنها تمتد أيضا إلى الدول وتسيء إلى مصالح الشعوب. الأسقف سرابيون، أسقف تمويس، وده كان صديق للبابا أثناسيوس الرسولي، بيقول بكل وضوح: عمل الشياطين في النفس كما في العالم، وذلك في صلاة لمسح المعمدين بالزيت. الصلاة اللي مذكورة في خلاجي القديس سرابيون أو كل الصلوات المذكورة في خلاجي القديس سرابيون ومن بينها هذه الصلاة، بيقرر علماء الليتورجية أن هذه الصلوات اللي بيحويها خلاجي القديس سرابيون هي صلوات مصرية قديمة معروفة قبل زمن القديس سرابيون، يعني معروفة في مصر قبل سنة 350 ميلادية، ولكن القديس سرابيون هو اللي جمعها في خلاجي فسمي الخلاجي باسمه. يعني مش هو اللي مؤلف هذه الصلوات، لكنها كانت صلوات بتمارس في كنيسة مصر منذ قرونها المبكرة جداً.
من بين هذه الصلوات صلاة لمسح المعمدين بالزيت. بتقول ايه الصلاة ديت؟ ندهن بهذا الزيت المتقدمين والمتقدمات لهذا الميلاد الجديد الإلهي، ونطلب لكي يمنحهم ربنا يسوع المسيح به قوة شافية ومثبتة، لكي يستعلن الزيت ويشفي من نفوسهم وأجسادهم وأرواحهم كل أثر للخطيئة، لكي يستعلن الزيت يعني تصبح فيه قوة سرائرية فيشفي من نفوسهم وأجسادهم وأرواحهم كل أثر للخطيئة والإثم أو سبب شيطاني، ويستطيعوا أن يقهروا سائر القوات المهاجمة والمعاندة لهم وخداعات هذه الحياة. ففي فكر الكنيسة الراسخ هو أن الذين لم يجوزوا المعمودية لم يكونوا قد انفكوا بعد من قيود الشياطين ورباطاتهم، لذلك كانت خدمة طرد الشياطين هي أول مرحلة من مراحل الإعداد للمعمودية، وكانت خدمة طرد الشياطين تجري كل يوم على الموعوظين خلال فترة إعدادهم لقبول المعمودية. فنقرأ في قوانين هيبوليتوس القبطية، وهي أقدم قوانين مصرية، نقرأ النص الآتي: يجمع الأسقف الذين يتعمدون ويدعهم يحنون رؤوسهم إلى الشرق ويبسط يديه عليهم ويصلي الاستحلاف ويطرد عنهم كل روح خبيث. إن الحقيقة المحزنة أو الفظيعة على حد قول الأب ألكسندر شميمان، تنيح سنة 1983 اللاهوتي الشهير، بيقول الحقيقة المحزنة أو الفظيعة هي أن معظم المسيحيين لم يعد بإمكانهم أن يعاينوا وجود الشيطان وعمله في هذا العالم، وفقدوا شعورهم بالحاجة إلى رفض أعماله وعبادته. إنهم لا يتبينون الوثنية الواضحة المعشعشة في أفكار البشر وقيامهم، وهي تقولب حياتهم وتوجهها وتستعبدها بشكل يفوق عبادة الأصنام في الوثنية القديمة. وهكذا أصبح الناس ينظرون إلى طقس طرد الشياطين والذي يسبق المعمودية على أنه طقس عفى عليه الزمن، وصار لديهم أمرا غريبا لا يجب الأخذ به بجدية، إذ لا يعدو أن يكون سوى ممارسات طقسية قديمة ضمن مراسيم كنسية كثيرة. لقد ساد اعتقاد في الغرب في القرن 19 وما قبله أنه لا وجود لما يسمى شياطين أو قوى روحية مضادة يمكن أن تتدخل بفعل محسوس في حياة الناس ومصائرهم لتعيقهم بالأمراض أو الأوبئة أو المصائب المختلفة. وعلى النقيض من هذا، فقد تطرف البعض في الشرق المسيحي عندما نسب كثيرا من الأمراض النفسية أو العصبية أو العضوية إلى قوى شيطانية.
ولكن مع اقتراب القرن العشرين من نهايته عاد الغرب ليتيقن من أن الشيطان هو قوة فعلية محسوسة تسبب كثيرا من الأوبئة والمصائب والحروب والأمراض، سواء للأفراد أو للدول والجماعات. ومن بين ما قرأت أعجبني قول عالم غربي اسمه هيرمان بيزل. الراجل ده العالم الغربي ده تنيح سنة 1917، بيقول العبارة: لقد تشيطنت البشرية إلى الدرجة التي فيها صارت تؤمن بأن الشيطان غير موجود. ولكن الشيطان إزاء قوة الصليب والإيمان الراسخ في المسيح له المجد يفقد كل قوته وتتبدد كل مشوراته الشريرة. في ذلك يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: العدو بالنسبة للأبرار لا يقدر أن يفعل شيئا إلا أن يخيف فقط. يعني بالاختصار كده، كان الشيطان قبل الصليب قوة شريرة مطلقة، يجول في أي مكان، يؤذي أي أحد في أي موضع في العالم. لكن بعد صليب المسيح أصبح الشيطان مقيدا بسلاسل، يستطيع أنه يجول في دائرة محددة. الإنسان اللي يدخل في هذه الدائرة يؤذي نفسه، لكن طالما هو خارج هذه الدائرة لا يستطيع عدو الخير أن يؤذيه. ده كلام القديس يوحنا فم الذهب، أنه قبل الصليب كان بيقدر يفعل أي شيء، لكن بعد الصليب لا يفعل شيئا إلا أن يخيف فقط. في الحلقة القادمة هكلمكم عن هذا الموضوع أيضا، عشان أوضح لكم يعني إيه شيطان ساكن جوه جسد. هو شيطان كروح إزاي يسكن جوه جسد محسوس وملموس؟ هنتكلم عن هذا الأمر في الحلقة القادمة. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.